السلام عليكم ورحمة الله. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا المحارب، ضع لايك للفيديو. ليلة تاريخية لكل مشجع الميلان بمشاهدة فريق ميلان يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والأجمل أنها حدثت في ملعب أقوى فريق إيطالي هذا الموسم، عندما يملك الميلان الكرة نجد المحارب إسماعيل بن ناصر أول من يهاجم، وكذلك عندما يفقدها بن ناصر أيضا من يدافع بغض النظر عن مجهوداته في الاحتفاظ بالكرة والرقابة بدون كرة، كما أنه يملك تحول رهيب في الهجوم والدفاع في ظرف ثواني فقط. نعم، نادرون هم اللاعبون أمثال إسماعيل بن ناصر، وهذه اللقطة جعلت عصام الشوالي يجن جنونه عندما جمعت كرة بين إسماعيل بن ناصر والنيجيري أوسيمين. قال عصام الشوالي في هذه اللحظة على المباشر: إذا تحصل النيجيري على هذه الكرة أمام إسماعيل بن ناصر سأترك التعليق. وبالفعل فقد استخلصها منه المحارب إسماعيل بن ناصر، ولم يخيب ظن الشوالي فيه وكذلك ظن كل محبيه.